رئيس الجمهورية يؤكد خلال حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ ثانوية الامتياز أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. بلادنا توقع اتفاق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتسريع التحول في موريتانيا ودعم وتطوير منظومة الابتكار ووضع نظام وطني لعصرنة الإدارة. وزير الوظيفة العمومية العمل يشرف في نواكشوط على افتتاح الحملة السنوية لتطبيق تسريعات العمل المتعلقة بقانون الشغل في المؤسسات والشركات الوطنية. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الواحدة من الموريتانية. قام فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ العزواني مساء أمس بقصر الضيافة حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ ثانوية امتياز وطاقمها التربوي وأولياء أمور التلاميذ. ويأتي هذا الإفطار الجماعي تقديرا للمتميزين وتشجيعا للتلاميذ لمواصلة دراستهم بجد واجتهاد وتذمينا للدور المدرسين على ما يقومون به من جهود بكل تفان وإخلاص. ويشكل هذا اللقاء تثمينا للأدوار المميزة التي يقوم بها المدرس وما يبذله من تضحيات في سبيل تعليم وتكوين الأجيال لجعلها قادرة على تحمل المسؤوليات بتشعب مجالاتها وتعدد اتجاهاتها التي يتطلبها بناء موريتانيا المزدهرة القادرة بسواعد أبنائها على شق طريقها نحو النمو والتطور والازدهار. جرى حفل الإفطار بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ورئيس المجلس الأعلى للتهذيب والأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. هذا وأكد فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ العزواني خلال حفل الإفطار أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية واللحمة والوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات والتنمية المستديمة الشاملة. وأضاف سيادته أن مسؤولية إكمال وتوطيد أركان هذا المشروع المجتمعي تقع على عواتق التلاميذ الذين هم بناة الغد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم
أبنائي التلاميذ، أيها المواطنون، أيها الوكلاء، نختار في البداية نهنئكم ونهنئ من خلالكم الأسرة التربوية وكذلك الشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. ونختار نبارك لكم أبنائي التلاميذ ولوجكم المدارس الامتياز، ونحثكم على الجد وعلى المثابرة من أجل النجاح أو النجاحات المتفوقة دائما. تقول أنتم وأمثالكم من التلاميذ نختار نذكركم على أنكم هم أمل هذه الأمة وعماد مستقبلها، وتقع على عواتقكم مسؤولية إكمال وتوطيد أركان المشروع المجتمعي اللي نشتغلوا احنا اليوم على تأسيسه. هذا المشروع المجتمعي يقوم أساساً على العدالة الاجتماعية وعلى اللحمة وعلى الوحدة الوطنية وعلى دولة القانون والمؤسسات وعلى التنمية المستديمة الشاملة لبلدنا. وبهذا كامل يعود مرهون نجاحه في مختلف أبعاده بقدرتنا على بناء منظومة تعليمية توفر جميع أبناء الوطن في ظروف متماثلة وبجودة عالية تعليم ناجع وفعال. وذا هو الهدف من المدرسة الجمهورية اللي نعمل على قيامها. غير في انتظار على أن المدرسة الجمهورية تصبح فيها ظروف التعليمية متكافئة هي والفرص للوصول لها والنجاح فيها، أظهرنا على أننا نطلق ذي المبادرة اللي انتم اليوم جزء منها وهو جزء تأسيسها. المبادرة شنهي؟ والله تتمثل فاش على الأصح. المبادرة ترمي لزيادة فرص أبناء أسر السجل الاجتماعي في الولوج لإعداديات وثانويات الامتياز. وأنا سعيد جدا بنجاح هذه المبادرة اللي نابعة عن قناعتي الراسخة بأن المدرسة هي الأداة الأساسية لتغيير أحوال الفرد وتغيير أحوال الأسرة وتغيير أحوال المجتمع للأفضل. والمدرسة هي أقصر طريق للعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم وتنمية اقتصادية شاملة. التلاميذ اللي تم ولوجهم هذه السنة لمدارس الامتياز والمشمولين في البرنامج
كيف تفضلوا المتدخلين اللي استمعنا لهم ذلك استفادوا الحمد لله من منح ومن دروس تقوية، ووفرت لهم جميع الأدوات المدرسية ووسائل التأطير المناسبة. ونختار نأكد لكم على أن شاء الله مستمرين في تعميق هذا البرنامج وفي توسيعه حتى تتساوى فرص ولوج جميع الأطفال للمدارس الامتياز بدون ما أثر ذاك على مستوى وفعالية هذه المدارس المهمة. قرارنا بأن المدرسة الجمهورية تنجح قرار ما فيه رشعة إن شاء الله. وبذلنا وسنستمر في بذل إن شاء الله الجهود ومضاعفتها في المرحلة المقبلة لتوفير كل الظروف الضرورية لنجاح المدرسة الجمهورية. احنا نظامنا التعليمي ما نقدر نخلوه يعود أداة التكريس وترسيخ الفوارق بدل من يعود يا الله يعود هو اللي يقضي على هذه الفوارق. ونعتبر على الرسالة التعليمية المدرسية هي الأداة الكفيلة بتخليه يلعب الدور اللي يا الله يعود هو فعلا هو الدور اللي متوخرنا. وبهذه المناسبة بتواجدنا في هذا الإفطار في بلد اختيار نعدلها فرصة لتوجيه نداء لكم انتم أولا التلاميذ والوكلاء تلاميذ وللمدرسين وللمؤطرين ولكافة القوى الحية في الوطن لتكثيف الجهود من أجل الإسهام على نحو فعال في إنجاح المدرسة الجمهورية إن شاء الله. بين اللي احنا ما نقدر نكسبوا رهان تنمية بلدنا على أسس سليمة ومستديمة يكون بالتعليم، والتعليم لا بد من يعود ناجح يا كان يعود يؤدي وظيفته ويؤدي طموحاتنا اللي ننتظر منه. شكرا، بارك الله فيكم. وفي السياق ذاته استعرض مدير ثانوية الامتياز في كلمة باسم طواقم التدريس واقع هذه الدفعة ومستوياتها ودروس التقوية التي خضعت لها من أجل أن يكون أفرادها في مستويات وورائهم في مدارس الامتياز. دفعة التلاميذ الامتياز الجمهوري التي وجهتم لوجهها لثانوية الامتياز، وذلك بتطبيق لمعيارية قوامها اثنان: كون التلميذ مسجلا بالسجل الاجتماعي لتآزر، وكونه شارك اصلا في مسابقه الامتياز فخامه رئيس الجمهوريه. هذه المجموعه تتكون من 34 تلميذا بالسنه الاولى اعداديه، و43 تلميذا بالسنه الخامسه رياضيات. وقد تم اعداد برنامج خاص لتاهيل هؤلاء التلاميذ وإلحاقهم بمستويات الامتياز تمثل أساساً في: واحد، برنامج تأهيل علمي دراسي ودروس تقوية مكثفة لضمان إلحاقهم بأترابهم الآخرون. اثنين، منحة دراسية قدرها 5000 رقية قديماً شهرياً. ثلاثة، تعويض بدل النقل من وإلى ثانوي.
وقد مكن التقييم المرحلي الثلاثي الأول من تجاوز 25% بالمعدلات المطلوبة، أي أكثر من 12 درجة من 20، و 50% في المتوسط، و 25% ما زالت تحت المستوى. وختاما، سيتم تعزيز وتحيين برنامج التأهيل، ومن الأكيد أن مستويات هؤلاء التلاميذ ستتكافأ مع نظرائهم عند اختتام السنة الدراسية. على ذلك عاملون، وعلى دعمكم المستمر القوي فخامة رئيس الجمهورية معولون. شكرا سيادة الرئيس. وبدوره المتحدث باسم التلاميذ شكر رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي أتاحت له ولزملائه الولوج لمدارس الامتياز. على رئيس الجمهورية، أنا التلميذ محمد حسان العبد الله من مواليد عام 2011 بيروسو، أدرس السنة الأولى الإعدادية بثانوية الامتياز رقم 1. أهلي مسجلون بالسجل الاجتماعي، وقد أتيحت لي هذه الفرصة من غير حول مني ولا حيلة. ومنذ أشهر نستفيد من هذا التكوين المكثف لكي نلتحق بمستويات التلاميذ بالامتياز، وهو ما نحن على طريقه سائرون، ومن الأكيد له واصلون. أشكر باسم زملائي البالغ عددهم 77 فخامة الرئيس على الفرصة أولا وعلى العناية ثانيا، وأعده أن نكون عند حسن ظنه وتوقعه. وماذا قال الله في عمره مبارك شهر رمضان المبارك. وقع وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله لولي وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا منصور نجاي بنواكشوط اتفاق شراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتسريع التحول الرقمي في بلادنا. وتسعى الوزارة من خلال توقيع هذه الشراكة التي ستستمر 3 سنوات إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في تحديد وتنفيذ نظام وطني لتوجيه وتنسيق التحول الرقمي من خلال وضع حلول رقمية سريعة التأثير، مع إعطاء الأولوية لدمج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية، إضافة إلى وضع نظام وطني لتشجيع ودعم وتطوير منظومة شاملة ومحفزة للابتكار، فضلا عن وضع نظام وطني لدعم عملية عصرنة الإدارة وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا. وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الاتفاقية بشكل وثيق مع جميع الفاعلين والشركاء والقطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أشرف وزير الوظيفة العمومية والعمل صباح أمس بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط على افتتاح الحملة السنوية لتطبيق تسريعات العمل، وتهدف هذه الحملة إلى الوقوف على مدى تطبيق تسريعات العمل المعمول بها في بلادنا. يدخل تنظيم الحملة السنوية لتطبيق تشريعات العمل في إطار سياسة قطاع الوظيفة العمومية والعمل الرامية إلى إجراء عمليات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتشريعات العمل المعمول بها في بلادنا. نشرف اليوم على انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق تشريعات العمل، وهي الحملة ذهبت الوزارة أن تقوم بها كل سنة، ولكن خصوصيتها العام أنها ستشمل جميع ولايات الوطن، عكس الحملات السنوات السابقة اللي كانت تستهدف أساسا الولايات اللي فيها تواجد أكثر العمال والمنشآت الاقتصادية. والهدف من هذه الحملة هو دعم قدرات المفتشيات الجوية التابعة للقطاع والمصالح الجوية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراكز الصحية التابعة للمكتب الوطني لطب الشغل بالوسائل البشرية واللوجستية للقيام بعملهم فيما يتعلق بتطبيق القوانين، سواء منها يتعلق بالعمال وسواء منها يتعلق بأرباب العمل، وكذلك إعطاء إرشادات اللازمة فيما يتعلق بالسلامة الصحية وتجنب حوادث العمل في أماكن العمل. وهذه الحملة تجسد فيما يتعلق باحترام قوانين العمل، ذلك ما يضمن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، وكذلك تجسد المبدأ الثابت للوزارة بما يتعلق بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات اللي يخضع لها التفتيش.
ونوه الوزير بدور مفتش الشغل الذي يعتبر مستشارا لطرفي الإنتاج، مؤكدا على ضرورة إعداد تقارير عمل وافية وكاملة بغية أخذها بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية للقطاع. ومن المكشوف إلى ولاية الحوض الغربي، حيث عقد وزير المياه والصرف الصحي في مستهل زيارته لمقاطعة كوبان اجتماعا مع السلطات الإدارية للتعرف على حاجة المدينة من المياه الصالحة للشرب. وفي هذا السياق تفقد وزير المياه بعض المنشآت المائية في المدينة ودورها في تلبية حاجة المواطنين من المياه. استهل وزير المياه والصرف الصحي رفقة والي الحوض الغربي زيارته لمدينة كوبني باجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، حيث استمع الوزير إلى مطالبهم التي تتعلق بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب في كافة البلديات التي تتضرر في هذه الفترة من السنة من نقص المياه، مطالبين بسرعة التنقيب عن الموارد المائية وحفر الآبار للتغلب على هذا المشكل. كما طالبت مداخلات أخرى بوضع حلول آنية كتوفير الصهاريج لنقل المياه في انتظار القيام بعمليات حفر الآبار الكافية. وفي رده على الأسئلة والملاحظات أكد الوزير أن فرقا فنية مدعومة بالآليات الكافية ستصل قريبا للمدينة من أجل توفير المياه الكافية لسكانها قبل حلول فصل الصيف. تباركت يا فعلا عندكم مشاكل واضحة ضاحت لي حتى وندور إن شاء الله ونعدل الخطة الاستعجالية الكوبني وملي للطينطان به اللي زاد هو عنده مشاكل ما تبعد من مشاكلكم انتم. هنا تياها جماعه من الشبه المنقبين اللي هي دارك في الطينطان والدور ان شاء الله توه منه اليوم ولا الصبح ولا يجيكم انتم هنا تياها ويارضكم اللي سيرفيس تكنيك وانتم الاداره وتعرفوا البلوده اللي ضروري يعدل فيهم التنقيب ياك جهومه ويعدلوا لكم التنقيب واللي يفهم التنقيب هو الحفارة راهي حدا تنبتغى دورتوا منها اليوم والله صبح ودور إن شاء الله نسبكم انتم فيها هون انتم والطينطان إلين نحل لكم مشاكل ونعدل لكم 4 آبار والله 5 وملي في حالة استعجالية يعودوا يعدل لهم الكيبما يعودوا يجهزوا في سرعة وقت كانهم يعاونوكم في هذه الحالة اللي ما يموك اللي خارج هذه المدينة اللي مهمة عندنا كاملين حتى. وخلال وجوده في مدينة كوبني أدى الوزير رفقة والي الحوض الغربي زيارة ميدانية لبعض المنشآت المائية في المدينة، تعرف خلالها على مساهمتها في توفير بعض احتياجات المدينة من الماء الشروب إضافة إلى دورها في توفير الموارد المائية للماشية في هذه المنطقة الرعوية المهمة من بلادنا. لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة كوبني. وشحت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة منتخطري باسم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني صباح أمس عددا من أطر وموظفي المفوضية، ذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 63 للاستقلال الوطني. وفي هذا السياق وشحت المفوضة بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني المستشار المكلف بالتعاون مصطفى الشيخ عبد الله، وبوسام الامتنان الوطني التهامي والهاشم رئيس قسم المخزون في كهيدي سابقا وقد تسلمه نجل الفقيد عبد الله للتهامي. وبميدالية شرف من الدرجة الأولى تم توشيح أسماء مثل الحسن رئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية في إدارة المصادر البشرية والمعلوماتية، ومالك سلي كان رئيس مصلحة المحاسبة في الإدارة الإدارية والمالية بميدالية شرف من الدرجة الثانية، ومحمد محمود محمد فال خطور سائق بميدالية شرف من الدرجة الثالثة. أشرف الأمينان العامان لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والصيد والاقتصاد البحري رفقة السلطات الإدارية والأمنية في مركز محيجرات الإداري على تدشين جامع ميناء تانيت، ويدخل تدشين هذا الجامع في إطار العناية التي تليها السلطات العمومية للمساجد وعمارتها. جامع ميناء تانيت بمركز محيجرات الإداري التابع لمقاطعة بن الشاب في ولاية إنشيري يتسع ل500 مصل، تم بناؤه بالتعاون بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. الأمينان العامان لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والصيد والاقتصاد البحري والسلطات الإدارية والأمنية على مستوى مركز محيجرات الإداري والمدير العام لميناء تانيت أدوا تحية المسجد إذانا بتدشين هذا الجامع وملحقاته الأساسية. إن بناء المساجد وتجهيزها وعمارتها وتحسين ظروف القائمين عليها
أئمة ومؤذنين يدخل في صميم برنامج وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني الذي يولي عناية كبيرة للعمل الإسلامي عموما وللمساجد خصوصا، وهو ما تسهر وزارة الشؤون الإسلامية التعامل الأصلي على تجسيده على أرض الواقع. وقد تحقق في هذه المسائل كثير من الإنجازات التي لا يتسع المقام لذكرها. إنني أثمن الجهود الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتعاونها المستمر والمثمر والبناء مع بلادنا في جميع المجالات، خاصة في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. المدير العام لميناء تانيت بيّن أن تدشين هذا الجامع يأتي في إطار السعي إلى تهيئة الظروف المناسبة لعمال الميناء وسكان القرى المجاورة لتأدية فريضة الصلاة في مكان لائق. اليوم له ندشن بيت من بيوت الله وهو مسجد في ميناء تانيت. هذا المسجد هو هيبة من صندوق أبو ظبي للتنمية، إجازي مكافيهم على هذا الدعم السخي اللي معدلين الميناء تانيت. ميناء تانيت هو قطب تنموي وفي أسر وفي ياسر من رجال العليات يشتغلوا وفي ياسر من البحارة، ومن الضروري عن معود عندهم بليدة لائقة لعبادة الرب اللي نعم علينا بالحياة وخلقنا من أجل عبادته. الجهد اللي قامت به الوفد الرفيع يدل على أنهم هذا مهم عندهم، وشاكر وزارة التوجيه الإسلامي اللي دائما عودتنا وهذه السنوات الأربعة بصفة خاصة على العناية اللي تعطي لهذا الدين اللي هو قاعدة هذه الأمة من أجله خلقنا. واليوم العناية اللي يقوم بها المساجد الحمد لله معروفة وملموسة. تدشين هذا الجامع يأتي في إطار التزام الإدارة العامة لميناء تانيت الرامي للعناية ببيوت الله نظرا لما لها من مكانة في قلوب المسلمين ولما للساعين لبنائها من أجر عظيم عند الله. من ميناء تانيت، يعقوب الصوفي، الموريتانية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الواحدة. عود على بدء وتذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد خلال حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ ثانوية الامتياز أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. بلادنا توقع اتفاق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتسريع التحول في موريتانيا ودعم وتطوير منظومة الابتكار ووضع نظام وطني لعصرنة الإدارة. وزير الوظيفة العمومية والعمل يشرف في نواكشوط على افتتاح الحملة السنوية لتطبيق تسريعات العمل المتعلقة بقانون الشؤون في المؤسسات والشركات الوطنية. شكرا لكم، أنا ما كنتم على كرم المتابعة. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.